فتح هذا الماتش. وين هذا الماتش؟ هذا الماتش الثاني اميكال ديال فايدال. شنو الاضافه اللي يمكن له يجيب لينا؟ واش نقدروا نتسناو اللاعبين المحليين اللي عيط عليهم فايدو هاليلوزيتش وما خلاهمش المنتخب الوطني المحلي اللي كيوجد الماتش ديال الجيري يمكننا نشوفوهم اليوم في المقابله ديالنا؟ اكيد اكيد. دابا لي زيسي ديال 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 اللعبه الاخرين اللي ما شفناهمش غادي يدخلهم خصو يشوفهم يعرف النيفو ديالهم سي سيغتان. راح في المقابله الاولى قال لك هذه راه ماشي لا ميور فورماسيون، راهو عارف خلى لعبه هنا ولعبه هنا بغى يحاول ايكيليبري جوج فراقي ويلعبهم بجوج. دونك غادي نشوفوا اللعبه الاخرين اش تا غادي اولا بعدا غير 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 يعرف هو بعدا تولي عنده ينيدي على 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 اللعابه اللي عنده وعلى من غيقدر. واخا اننا نمشي معك بعيد في مقابله ولا جوج راه ما يمكنش دير فكره على اللعب، ولكن على الاقل هو زيد على هذا ان غادي يلعب سي سيغتان غيلعب اللعابه ديال هنا المحليين باش يعطيهم ان طون دو جو، لان كتسناهم مقابله الجيرو غيدخلوا دي تيتولار فبالتالي معول عليهم عموته. تنظن غادي يكون سميتو تواصل مع عموته باش يدعو على هذه المسائل هذه خصهم يهضروا عليها، خص يلعبهم باش يديروا الكومبيتيسيون في رجليهم ويشوفهم حتى هما. وديك الساعه راه الاول اللي عنده سميتو هو عموته ويرجعوا، لان كاينين اللعابه اللي مزيانين ونشوفوا اللعابه الاخرين اللي مازال ما شفناهمش. راه مثلا بوفال راه مازال كاع مازال ما لعبش، كاين بزاف ديال اللعابه اللي ما لعبوش كاع البرومي ماتش اللي غادي نشوفوهم الكوال بجوج خصنا نشوفوهم حتى هما، لان لعب كوال جوج الكوال ديال هنا يعطيهم ميتون ميتون شاكان حتى هما يلعبوا ونشوفوهم. يعني كظن بلي غيعطي فرصه ربما ميتون لتكناوتي وميتون انا سيزنيتي. سي سكيل فوفير سي سكيل فوفير باقيين جوج ديال الكوال مازال ما شفناهمش خصو يعطي ميتون ميتون. اللي ربما غيعيط لهم الحسين عموته بالنسبه للماتش هذوك الكوال بجوج هما اللي غادي يحبسوا، واحد غيحبس واحد غيكون رون بلاصون فبالتالي خصته وتا هو فكره باش يعرفهم. فتح ما كانش كنعرفوا انه في المقابلات الوديه احيانا كتشوف المنتخب الاقل هو اللي كتبدا به، واش ما كانش مثلا ان مقابله النيجر تكون هي الاولى ثم مقابله ديال بوركينا فاسو؟ هذا كيكون زعما اختيار، يمكن هو دار دو حاول ايكيليبري يحاول ايكيليبري جوج فراقي ويدخلهم وصافي. انا ما تنساش بان راه نفس هاد جوج المنتخبات هما نفسهم اللي لعبوا ضد المنتخب الوطني المحلي للاشاره فقط. هو نعم. هو هاد المباراه المفروض انه يعتمد على اللاعبين ديال المحليين. ان اولا خذا لي ميور خلاهم جالسين الكوال بجوج لا بنعدي لا بيرتي لا بعد جي جواد اليميق وليد الكاتي جواد اليميق اللي ما لعبوش ما خليتهم ما لعبوا لا مع المحلي ما لعبوا مع هذا هو النقاش اللي كان واحد الوقت اللي تذكرتي كان في المرحله السابقه مع ايرفي رونار ومارك فوت. كنا كنقولوا انه كانت الاولويه انا ذاك تكون منتخب اولمبي فلعبوا مع المنتخب الوطني في مقابله ديال الارجنتين اللي ما استفدنا منها حتى حاجه كانت في طنجه. فاليوم كنظن اذا كنا كندويو على مرحله جديده خص يكون على الاقل تنسيق بين المنتخبات الوطنيه. فهنا فين هو التنسيق؟ هنا احنا يلا بادين احنا واش نبداو عوجين وعلى الاقل على الاقل اللي عندهم اج اولمبيك مشاو يلعبوا مع ليكيب اولمبيك ما شناهاش قبل اجمل هذه راه ما يلعبوش لما كانوش يلعبوا دابا لا راه ما لعبوش في الباسي راه خصهم يلعبوا شفتيها خصهم يلعبوا. ايرفي رونار كان رفض ان اللاعبين يمشيو مع ما لعبوش مع الارجنتين هذا هو الاشكال اللي كان. لا هو كاين تنسيق يعني حتى عموته من نهار سمعناه في الكونفيرونس دو بريس واخا ربما هذيك الكلمه ديال تساهلت وتساهلت مع انا جديد حتى انا جديد وحتى انا عندي اكراهات وربما الاكراهات الجوليه فهي اسبق حقاش كاين المواجهه ضد المنتخب الجزائري. ولكن نتكلم على هذه القضيه هذه بان كاين اتصال وتواصل مع فايداليلوزيتش حتى في لوكا ديال يحيى جبران. يحيى جبران كان باغي فايداليلوزيتش وانا ما خليتوش يمشي. لا هو المفروض ان يكون تكامل. لا دابا الا كان غادي يعطيهم مقابله انهم غيلعبوها بلاتي راه جمال ما كانش خبار هذه القضيه دار لي واحد الاشاره ديال دخلنا عليك بالله تيقالها هذا خصو يدير لا ميساجور انا جاياك يا جمال انا جاياك. المفروض هذا التكامل هو اللي كيقلبوا عليه في داخل المنتخبات الوطنيه راه ماشي كل واحد كيدير جزيره بوحدو وهذا الشيء اللي كنا لاحظناه بدينا بشكل وسالينا بكل واحد دير ديالو لراسو لا ما تاخذش اللعبه ديال وليد ما تقربش لهم وفي حين المسؤوليه ما كتفرجش هكا. وهنا ولات كتبان لنا عارفين الوقت اللي ضعفت مسؤوليه الجامعه المنتخب الاول ما بان شويه ديال التسيب. الان كنظن من الامور بدائيا كتبان ان رجعت المياه الى مجاريها
المفروض بانك تكون واحد الخيط ناضي ما بين هذه المنتخبات حتى هذا الاشراف ديال الاداره التقنيه اللي كنت تسناو تبدا. بان لنا المدير التقني راه بان لنا في الحفل ديال اقل من 20 سنه اينات بان لنا جالس كيهضر بالانجلي ومشى كذلك مع المنتخب الوطني اقل من 23 سنه راه دار له ديبلاسمون مالي. بان لنا جالس كيهضر بالانجلي نروح لهذا ولكن سي روحلي تنظن في لا ليست اللي عطى وحيد بالنسبه لي جوار لوكو راه عموته اللي قال لي على لي جوار لوكو لان سمعت قال لك وحيد قال عموته عطيني اللعابه اللي يستاهلوا يكونوا في هاد ليكيب لان هو ما تيعرفهمش راه عموته اللي عطى هاد اللعابه هادو دونك كاين راه كاين تواصل بيناتهم. هي هاد اللائحه فتح هي لائحه ديال الحجي اكثر من هذه الوحيد هاد اللائحه الاولى علاش كتقول بحال هكا حقاش يمكن فايد باقي ما كيعرفش هذا المنتخب وبنا حتى من التصريحات ديالو حتى من التصريحات ديال اللاعبين كيقول لك اتصل بنا حجي اغلبيه اللاعبين كيدوي على اتصال حجي بهم الا رجعتي للتصريحات فهاد اللائحه انا كيبان ليا فيها البصمه ديال مصطفى حجي اكثر ما فيها ديال الوحيد. اسمح لي نقاطعك اخويا جمال انا اونترينور يلاه جا وغادي يهز التليفون عيط لعاب مانون يقول لي انا هو الجديد وهادي 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 لا ما كدرش بحال هكا ماشي انا ما كنديرش الطريقه لا على الهاتف الهاتف سي نورمال حجي هو اللي كيعرفهم هما اللي غيجي هو غيقدموا لهم اوفيسيلمون المدرب هذا شو اللي غيبدا يتصل على جهه ديال التقديم راه جامعه وهذا سنوات مدربين كيتعاقبوا على المنتخب الوطني وكتبدا العمل هذا ماشي هو الاشكال انا كندوي على الاختيارات كتبان لك فعلا البصمه ديال مصطفى حجي حاضره بقوه في هذه اللائحه انا كنظن اللائحه المقبله هي فين غنقولوا وحيد بدا كيدير الاختيارات ديالو فلان مجموعه من الاسماء شنو تكونوا هنا كنعرفوا اش كيقولوا خرب بلادي كنعرفوا اللائحه ديال المنتخب الوطني اللاعبين الارتباطات ديالهم فانا كنشوف ان هذه اللائحه كان فيها الحضور ديال مصطفى حجي بقوه هذا جانب طبيعه الحال هذا لا ينفي ان المدرب راه ولا هو المدرب ديال المنتخب الوطني الاول هو اللي سيحاسب في نهايه الامر طبيعه الحال حتى هو غير ربما حتى التجمع خلاه يشوف راه قالها يعني من بعد المباراه الاولى اللي كانت ضد بوركينا فاسو راه قال لك كاين تجمع اللي غيكون في لو مو دوكتوبر كاينين اللاعبين اللي كاينين دابا غاتيكونوا في اكتوبر وكاينين اللي ما غيكونوش عادي يعني قالها يعني اللائحه تقلص دابا اللائحه راه تقريبا موسعة تقريبا 28 لاعب 28 لاعب راه اللائحه غادي تقلص راه تولي 19 18 لاعب اقصى الاحوال 21 لاعب كنظن 23 يقدر يجيب 23 بلا كتكون غادي لاكوب دافريك ولا لاكوب دي موند راه غادي تقلص لان ما تنساش بان عاوتاني راه مازال باقي مزراوي حكيمي نصيري هادو غادي يرجعوا ليكيب اغ دابا هاد ليزيكيب كلهم اللي كاينين هاد الاغ المحلي والاولمبيك من الجمعه راه كاين شي لعابه ديال الاولمبيك اللي خصهم يكونوا في هو الحديث على مرابط ديال الاسفي حديث عليه بانه ممكن في لا راح يدير المعسكر المقبل غادي يقدر يكون مع الاولمبيك ماشي حيت عنده 20 عام 21 عام ما غايكونش مع المنتخب الاول او المنتخب المحلي لا كان عندي كورونا مرابط يقدر يكون في المنتخب المحلي غادي يكون في المحلي وفي الاخر وقيله كاع المنتخب المحلي هو اللي عنده يعني مباراه اللي غادي تكون من هنا 11 ايام تقريبا ضد المنتخب الجزائري التجمع هذا اللي جاب بحال هكذا جا شويه هو يمكن رون ضد فيفا لا ماشي رون فاش ضد فيفا ولكن جات فواحد الوقيته اللي ربما كاين ما نقولش ارتباك ولكن كاين ان شونجمون كاين بزاف ديال لي شونجمون في المنتخبات الوطنيه كاين بزاف ديال لي شونجمون في الاداره التقنيه دونك دابا خليني نكمل قلت لك هذا التجمع اللي وقع دابا حتى هو يعني رون هادشي واحد يعني بعض الشيء لان السيليكسيونور يلا جا جديد عبوته تا هو يلاه جا عندك المشكل الكبير هي لاضات فيفا لاضات فيفا ما كتسمحش لك مقروق مازال المحليين واحد كاينين هنا في المغرب ولكن بالنسبه لي برو هنا كتصعب الماموريه هنا حتى هو تا واحد ديجا انا اكيد بانه كاين بعض العناصر سيرتو لي برو ديال برا هذوك شافهم لان قال لك تا هو شاف بزاف ديال ليماج بيان سور غيكون تبع لك كوب دافريك غيكون تبع وقال لك الماتشات ديال ثلاث سنين الاخرى كنا متبعهم بيان سور دونك عنده واحد ليدي على هاد اللعبه هادو سنين وعارف غيجي المغرب لا زعما من بعد ما تم التعيين ديالو الشكل كيف كيهضر على الزياج ولا الشكل كيف كيهضر على تعرار اللي كنت شفتو في الماتش سميتو عنده خلفيه عنده دونك عنده دي زيدي اللي ما عندوش غيكون على المحليين يمكن يكون كيف قال جمال يقدر يكون حجي كيف يكون عموته حتى هو اللي عطى دينو اللي يمكن لهم يكونوا مع واللي خلق مشكل في التجمع المكثف اللي كان في مراكش هو التزام ديال المنتخب المحلي
لو ان المنتخب المحلي ما كانش مطارد ولا مطالب انه غياخذ مقابله يوم 20 في هذا الشهر ما كانش ممكن يكون هذا الشيء. لان علاش المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي عندهم مشكل ديال ضغط فيفا، المفروض انك تعرف اللاعبين كيلعبوا في الخارج. اما المنتخب المحلي لاعب مكون من لاعبي البطوله وقت اي وقت ممكن يستدعيهم. بالتالي ذاك الالتزام ضد الجزائر هو اللي فرض هذا التدافع اللي كان في مراكش. جمال شنو بان لك؟ نعم لا في اطار التكامل بين المنتخبات الوطنيه. انت دويتي على انه المنتخب المحلي والاول، شتي علاش كنا كنهضروا؟ صحيح الاولويه دائما المنتخب الاول، ولكن ملي كتكون المباريات رسميه للمنتخب اللي عنده الرهان الرسمي. ففي هذه الحاله كاين المنتخب الاولمبي هو الاول ثم المنتخب المحلي، زعما راه باينه. يعني شنو؟ يعني بالنسبه لك ربما اللاعبين المحليين اللي تم المنازعات عليهم في المنتخب الاول كان من الافضل انهم يبقوا مع المنتخب المحلي في هذا التجمع؟ في هذا التجمع بالنسبه لي انا المنتخب المحلي عنده الاولويه. المنتخب الاولمبي هو الاول. بما انه مؤهل الالعاب الاولمبيه ديال طوكيو بدرجه ثانيه المنتخب المحلي، لان الشان هي منافسه رسميه وان كانت غير معترف بها الفيفا. انا بالنسبه لي التصنيف ديالي في هذه المرحله الاولمبي هو الاول، المنتخب المحلي ثم المنتخب الاول. انا واحد الفكره اخرى هو نبغي نرجع انا ديال شنو باغيين من كل منتخب. الشيء علاش دائما كنتحدثوا على معدل الاعمار، شنو باغيين من هذا المنتخب. حيت انا دابا جبران، صحيح جبران لعب، انا جبران دابا ما كانش غيلعب في المنتخب الاول دابا في هذه المرحله السنيه ديالو، اش غندير به انا في منتخب محلي؟ كنقول لك على الهدف من المنتخب المحلي. لا غيهنا خصو يمشي معنا باش نتأهلوا ان شاء الله في الجزائر. نتفق معاك ونمشيو. ولكن دونك جمال عنده الحق، لان اللعاب لا الكرتشي ولا اللي مع ليكيب كانوا يكونوا مع الاولمبيك ويلعبهم باش ينسجموا اكثر، لان عنده نيشيونس قريبه ومن بعد يمشيو الى كيستاهلوا راه يمشيو للاخر. دابا كاين المشكل اخر، يعني كان المحلي نقولوا يقدر يجمعوا مره اخرى، ولكن كاين مشكل اخر، والمشكل هو الفرق اللي عندهم الكوباراب الشامبيونز ليغ الكاف. دونك كي غادي دير؟ دونك هذا الوقت هو ما ولا تاهلنا ان شاء الله ونتمنى الله نتمنى نتاهلوا مع انطلاقه متاخره ديال البطوله وغنتفرجوا عاوتاني في برمجه. مشكل كبير، لان غيكون مشكل، لان انطلقنا بشكل متاخر، حنا باقي ما بديناش. غير الجزائر وصلوا الدور الرابعه. ايضا حنا مازال على المنتخب الجزائري، البطوله في الجزائر بدات ثلاثه دورات على ما اعتقد، حنا باقي ما بديناش مازال. وي عمليا باقي ما بديناش. وي اذا حنا متاخرين، زيد عليها اننا غادي نلعبوا يعني المنافسات العربيه والافريقيه وعندنا انديه لاعبه عربيه ولاعبه افريقيه. حنا راه ما يمكنش الكره ولا التسيير ديالها يزيد بالخواطر. كان خصنا نحسموا في هذه الامور ديال المشاركات الخارجيه، شكون يشارك وشكون ما يشاركش. ما يمكنش تشارك هنا وهنا. لا شارك ولكن راه ما غاديش تحمل المسؤوليه. شغل شاركتي تحمل المسؤوليه. انا ريبورتيشن. حنا عندك واحد يعني شحال عندنا؟ سبعه الانديه اللي غتشارك خارجيين. وي تقريبا سبعه الانديه، بمعنى غيبدا التاجيل من الدوره الاولى ديال البطوله. فاكراهات كبيره، وزيد عليها المنتخب المحلي ايضا، لاننا مصرين على اننا نلعبوا بهذه الطريقه. منتخب محلي يعني الافضل لاعبين، ما كنحدوا لا عمر لا حتى شي حاجه. فما كنعرفش، حنا كل مره كنقولوا خصنا هذه السنه نتحسنوا. دابا الاجنده الافريقيه ولات معروفه، خصنا ما نبقاوش عندنا مشاكل ديال البرمجه. فهذه كل هذا الشيء غادي ياثر على يعني التدبير ديال المنتخبات الوطنيه وطريقه الاختيارات. انطلاقه متاخره ديال البطوله غادا تاثر على غير خمسه ديال المشاكل: الوداد، الرجاء، النضر البركانيه، حسنيه تكادير، اولمبيك اسفي. في ظل اقصاء فريق اتحاد طنجه.